151 كيلومترا مربعا هي مساحة مدينة رفح الفلسطينية، وهي مساحة من الصعب أن تستوعب أكثر من 1,300,000 فلسطيني من نازحي قطاع غزة. فما الخيارات المتاحة أمامهم للفرار من موقع الحرب المشتعلة؟ الخيار الأول يتمثل في العودة إلى شمال غزة المدمر، وهو ما يرى الباحثون أنه أشبه بأمر مستحيل، خاصة مع تأكيد الجانب الإسرائيلي ألا عودة فلسطينية إلى شمال غزة ما لم يعد المستوطنون الإسرائيليون إلى غلاف غزة. فبينما يرى مراقبون أن يكون أقصى شمال رفح هو الملاذ لنازح غزة، أفاد آخرون بأن تلك المنطقة ضيقة جدا لدرجة أنها لا يمكنها احتواء هذا العدد الهائل من النازحين. أما الخيار الثالث والأخير فيشمل دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية لا سيما سيناء، إلا أن هذا المقترح هو الآخر من الصعب تنفيذه، حيث صرحت القاهرة مرارا وتكرارا برفضها هذا الاحتمال، بل حذرت من أنه في حال المضي قدما بهذه الخطة فستعلق اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.